بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ياسين ياسين والقرآن والقرآن الحكيم، الحكيم. إنك إنك لمن لمن المرسلين المرسلين على على صراط صراط مستقيم. مستقيم. تنزيل تنزيل العزيز العزيز الرحيم، الرحيم. لتنذر لتنذر قوما قوما ما ما أنذر أنذر آباؤهم آباؤهم فهم فهم غافلون. غافلون. لقد لقد حق حق القول القول على على أكثرهم أكثرهم فهم فهم لا لا يؤمنون. يؤمنون. إنا إنا جعلنا جعلنا في في أعناقهم أعناقهم أغلالا أغلالا فهي فهي إلى إلى الأذقان الأذقان فهم فهم مقمحون. مقمحون. وجعلنا وجعلنا من من بين بين أيديهم أيديهم سدا سدا ومن ومن خلفهم خلفهم سدا سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم فهم لا لا يبصرون. يبصرون. وسواء وسواء عليهم عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم أم لم لم تنذرهم تنذرهم لا لا يؤمنون. يؤمنون. إنما إنما تنذر تنذر من من اتبع اتبع الذكر الذكر وخشي وخشي الرحمن الرحمن بالغيب، بالغيب، فبشره فبشره بمغفرة بمغفرة وأجر وأجر كريم. كريم. إنا إنا نحن نحن نحيي نحيي الموتى الموتى ونكتب ونكتب ما ما قدموا قدموا وآثارهم وآثارهم وكل وكل شيء شيء أحصيناه أحصيناه في في إمام إمام مبين. مبين. واضرب واضرب لهم لهم مثلا مثلا أصحاب أصحاب القرية القرية إذ إذ جاءها جاءها المرسلون. المرسلون. إذ إذ أرسلنا أرسلنا إليهم إليهم اثنين اثنين فكذبوهما فكذبوهما فعززنا فعززنا بثالث بثالث فقالوا فقالوا إنا إنا إليكم إليكم مرسلون. مرسلون. قالوا قالوا ما ما أنتم أنتم إلا إلا بشر بشر مثلنا مثلنا وما وما أنزل أنزل الرحمن الرحمن من من شيء شيء إن إن أنتم أنتم إلا إلا تكذبون. تكذبون. قالوا قالوا ربنا ربنا يعلم يعلم إنا إنا إليكم إليكم لمرسلون لمرسلون وما وما علينا علينا إلا إلا البلاغ البلاغ المبين. المبين. قالوا قالوا إنا إنا تطيرنا تطيرنا بكم بكم لئن لئن لا لا تنتهوا تنتهوا لنرجمنكم لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم منا منا عذاب عذاب أليم. أليم. قالوا قالوا طائركم طائركم معكم معكم إن إن ذكرتم ذكرتم بل بل أنتم أنتم قوم قوم مسرفون. مسرفون. وجاء وجاء من من أقصى أقصى المدينة المدينة الرجل الرجل يسعى، يسعى، قال قال يا يا قوم قوم اتبعوا اتبعوا المرسلين، المرسلين، اتبعوا اتبعوا من من لا لا يسألهم يسألهم أجرا أجرا وهم وهم مهتدون. مهتدون. وما وما لي لي لا لا أعبد أعبد الذي الذي فطرني فطرني وإليه وإليه ترجعون. ترجعون. أتخذ أتخذ من من دونه دونه آلهة آلهة إن إن يردني يردني الرحمن الرحمن بضر بضر لا لا تغني تغني عني عني شفاعتهم شفاعتهم شيئا شيئا ولا ولا ينقذون. ينقذون. إني إني إذا إذا لفي لفي ضلال ضلال مبين. مبين. إني إني آمنت آمنت بربكم بربكم فاسمعون. فاسمعون. قيل قيل ادخل ادخل الجنة، الجنة، قال قال يا يا ليت ليت قومي قومي يعلمون يعلمون بما بما غفر غفر لي لي ربي ربي وجعلني وجعلني من من المكرمين. المكرمين. وما وما أنزلنا أنزلنا على على قومه قومه من من بعده بعده من من جند جند من من السماء السماء وما وما كنا كنا منزلين. منزلين. إن إن كانت كانت إلا إلا صيحة صيحة واحدة واحدة فإذا فإذا هم هم خامدون. خامدون. يا يا حسرة حسرة على على العباد، العباد، ما ما يأتيهم يأتيهم من من رسول رسول إلا إلا كانوا كانوا به به يستهزئون. يستهزئون. ألم ألم يروا يروا كم كم أهلكنا أهلكنا قبلهم قبلهم من من القرون القرون أنهم أنهم إليهم إليهم لا لا يرجعون، يرجعون، وإن وإن كل كل لما لما جميع جميع لدينا لدينا محضرون. محضرون. وآية وآية لهم لهم الأرض الأرض الميتة الميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا وأخرجنا منها منها حبا حبا فمنه فمنه يأكلون. يأكلون. وجعلنا وجعلنا فيها فيها جنات جنات من من نخيل نخيل وعناب وعناب وفجرنا وفجرنا فيها فيها من من العيون العيون ليأكلوا ليأكلوا من من ثمره ثمره وما وما عملته عملته أيديهم أيديهم أفلا أفلا يشكرون. يشكرون. سبحان سبحان الذي الذي خلق خلق الأزواج الأزواج كلها كلها مما مما تنبت تنبت الأرض الأرض ومن ومن أنفسهم أنفسهم ومما ومما لا لا يعلمون. يعلمون. وآية وآية لهم لهم الليل الليل نسلخ نسلخ منه منه النهار النهار فإذا فإذا هم هم مظلمون. مظلمون. والشمس والشمس تجري تجري لمستقر لمستقر لها لها ذلك ذلك تقدير تقدير العزيز العزيز العليم. العليم. والقمر والقمر قدرناه قدرناه منازل منازل حتى حتى عاد عاد كالعرجون كالعرجون القديم. القديم. لا لا الشمس الشمس ينبغي ينبغي لها لها أن أن تدرك تدرك القمر القمر ولا ولا الليل الليل سابق سابق النهار النهار وكل وكل في في فلك فلك يسبحون. يسبحون. وآية وآية لهم لهم أنا أنا حملنا حملنا ذريتهم ذريتهم في في الفلك الفلك المشحون المشحون وخلقنا وخلقنا لهم لهم من من مثله مثله ما ما يركبون. يركبون. وإن وإن نشأ نشأ نغرقهم نغرقهم فلا فلا صريخ صريخ لهم لهم ولا ولا هم هم ينقذون ينقذون إلا إلا رحمة رحمة منا منا ومتاعا ومتاعا إلى إلى حين. حين. وإذا وإذا قيل قيل لهم لهم اتقوا اتقوا ما ما بين بين أيديكم أيديكم وما وما خلفكم خلفكم لعلكم لعلكم ترحمون. ترحمون. وما وما تأتيهم تأتيهم من من آية آية من من آيات آيات ربهم ربهم إلا إلا كانوا كانوا عنها عنها معرضين. معرضين. وإذا وإذا قيل قيل لهم لهم أنفقوا أنفقوا مما مما رزقكم رزقكم الله الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين للذين آمنوا آمنوا أنطعم أنطعم من من لو لو يشاء يشاء الله الله أطعمه أطعمه إن إن أنتم أنتم إلا إلا في في ضلال ضلال مبين. مبين. ويقولون ويقولون متى متى هذا هذا الوعد الوعد إن إن كنتم كنتم صادقين. صادقين. ما ما ينظرون ينظرون إلا إلا صيحة صيحة واحدة واحدة تأخذهم تأخذهم وهم وهم يخصمون. يخصمون. فلا فلا يستطيعون يستطيعون توصية توصية ولا ولا إلى إلى أهلهم أهلهم يرجعون. يرجعون. وانفخ وانفخ في في السور السور فإذا فإذا هم هم من من الأجداث الأجداث إلى إلى ربهم ربهم ينسلون. ينسلون. قالوا قالوا يا يا ويلنا ويلنا من من بعثنا بعثنا من من مرقدنا مرقدنا هذا هذا ما ما وعد وعد الرحمن الرحمن وصدق وصدق المرسلون. المرسلون. إن إن كانت كانت إلا إلا صيحة صيحة واحدة واحدة فإذا فإذا هم هم جميع جميع لدينا لدينا محضرون. محضرون. فاليوم فاليوم لا لا تظلم تظلم نفس نفس شيئا شيئا ولا ولا تجزون تجزون إلا إلا ما ما كنتم كنتم تعملون. تعملون.
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشعات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا
لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بيننا وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مكثورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشعمة ما أصحاب المشعمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا كيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبقارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنس العليم وقالوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حتاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون
ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفما كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجر فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار صبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه
من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.